شكرا كورونا، شكرا كورونا. هذا الوباء الذي نزل وهذا الوباء الذي عم، على الرغم من أنه وباء إلا أن فيه خير وعافية. لما ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت كورونا لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأغلقت كورونا بفضل الله وبأمر الله والذي سلط علينا هذا البلاء، أغلقوا جميع الخمارات بكورونا، أغلقوا جميع الخمارات بكورونا، أغلقوا جميع المقاهي ومنعوا الشيس والدخان بكورونا، أغلقوا جميع دور السينما على مستوى العالم بأسره، المسلم والكافر، البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة. شكرا كورونا، بكورونا أغلقوا بيوت الدعارة على مستوى العالم بأسره، بكورونا منعوا شرب الدخان. شكرا كورونا، بكورونا منعوا شرب الشيشة في جميع بلاد العالم بأسره. شكرا كورونا، بكورونا أغلقوا المراقص على مستوى العالم بأسره. شكرا كورونا، بسبب كورونا منعوا الاختلاط بين الجنسين. شكرا كورونا، بسبب كورونا ألبس الرجال والنساء النقاب الكمامات. شكرا كورونا، بسبب كورونا علموا العالم بأسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علموهم سنة النظافة، إذا عطس الإنسان أن يعطس في منديل ويحمد الله جل وعلا، إذا كان مريضا لا ينتقل إلى جماعة من الأصحاء. شكرا كورونا ألزمتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمتهم النظافة، علمتهم سنة النبي أن يغسلوا اليدين قبل الطعام واغسلوا اليدين بعد الطعام. شكرا كورونا، فقد ألزمت الناس البيوت. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عزني عزني. قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ألزمت الناس البيوت، جلس الناس مع أبنائهم، كان الأبناء والزوجات حرموا من آبائهم سنوات عديدة، فجاءت كورونا وأجلستهم في البيوت وألزمتهم الجلوس مع أبنائهم وأزواجهم ليشعروا بالدفء الأسري ويشعروا بالترابط الاجتماعي، ويشعر الأب بأبنائه ويشعر الأبناء بآبائهم. شكرا كورونا التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. لما امتلأت النوادي والمباريات بمئات الألوف من المشاهدين وخلت المساجد من البشر، أغلق الله المساجد في وجوههم، فلما أعرضوا عن الله أعرض الله عنهم. شكرا كورونا، جاءت لكي تعرفهم الرجوع إلى الله والعودة إلى الله والحاجة إلى بيوت الله جل وعلا. شكرا كورونا التي منعت الشذوذ الجنسي، أين من كانوا يتبجحون وينادون بحرية الشذوذ الجنسي؟ أين من كانوا يتبجحون وينادون بالقبلات المحرمة؟ منعتهم كورونا من هذا كله، منعتهم كورونا من الزنا، منعتهم كورونا من القبلات المحرمة، منعتهم كورونا من الأحضان المحرمة. شكرا كورونا، شكرا كورونا. إن هذا البلاء على قدر ما فيه من بلاء، إلا أن فيه الخير الكثير للمسلمين إذا عادوا وتابوا وأنابوا إلى الله. اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم.